سلطة الفراولة بالجرجير، بجد السلطة دي حلوة قوي وهتعجبكم جدا جدا. يلا بينا نبدأ. أول حاجة معايا عيش تورتيلا، هقطعه بالشكل ده وممكن أحط عليه زيت وأقلبه في بعض وأحطه في الفرن عشان يتحمص، بس أنا بصراحة أحطه في الإير فراير. بعدين معايا بهارات، هحط رشة توم بودرة، رشة زعتر ورشة بابريكا. بعدين هحط زيت، بعدين هدخله الاير فراير اقل من 10 دقايق وهيبقى اللون ده. هقطع الفراولة، بس هقطعها كبيرة عشان تبان منورة في طبق السلطة، بس الخضار التاني هقطعه صغير. بعدين عندي الجرجير بحطه في مية وبحط عليه معلقة خل بلسمك. المعلقة دي بجد مهمة قوي، بتخليه ينضف اكتر وكمان بتوازن ما بين طعم الجرجير. دلوقتي في طبق هحط بقى الخضار على بعض. عندي جرجير وحط عليه خس المتقطع، بعدين هحط الفراولة اللي انا قطعتها، بعدين هحط عليهم الخيار ومتقطع صغير، بعدين هحط العيش اللي احنا حمصناه، وممكن تستبدلوه بعيش شامي لو مش عندكم عيش تورتيلا، بيطلع مقرمش وحلو جدا. بعدين عندي زبيب، بجد بقى الزبيب بيخلي السلطة دي في حتة تانية خالص، لازم تجربوها. بس قطعته صغير، والعين الجمل برضو قطعتها صغير هرش عليها من فوق. بعدين عندي الدريسنج، عبارة عن معلقتين خل بلسمك و4 معالق دبس رمان ومعلقة زيت نباتي ونص ليمونة، رشة ملح وزعتر بري. بالهنا والشفا، قولولي رأيكم.